استلام لوحات وصور المشاركين في الدورة الثانية لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي 2012. وبحلول منتصف ليل 21 ديسمبر 2012 بتوقيت الإمارات، يعني طبعا بعد 6 أيام من اليوم، سيتوقف الاستلام. لنتعرف عن مفاجآت الجائزة وطرق الفرز، يشرفنا استضافة سعادة علي خليفة بن ثالث الأمين العام لجائزة حمدان بن محمد بن راشد المكتوم الدولية للتصوير الضوئي. حياك الله في الاستوديو. حياك الله أخوي نور، شاكركم الاستضافة الطيبة. الله يخليك. يعني أول سؤال يخطر في بالنا، كيف تتم عملية الفرز؟ صور كثيرة توصل من الكثير من المشتركين. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. تتم عملية الفرز عن طريق المحاور التي أطلقت للجائزة في هذه السنة. نعم. نحن مسمى هذه السنة عندنا أو المحور الخاص هو جمال الضوء. نعم. بأربعة محاور عندنا موجودة، المصور يقدر يشارك في الأربعة محاور. طبعا الجائزة الكبرى السنة تم رفعها من قبل سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي إلى تصل 120,000 دولار. نعم. مجموع الجوائز هو 389,000 دولار لكل المحاور. حلو. وطريقة الفرز اللي نحن نتكلم عنها أن كل محور راح أو كل مشارك راح يتأكد من مطابقة معايير الصورة للمحور الخاص اللي هو راح يشارك فيه إن شاء الله. جميل. طيب كيف تتم عملية استلام الصور وشو دقة الصور الموجودة؟ يعني نبغي أكثر تفاصيل، لأن نعم. لا شك أن الكثير من المشاهدين حاليا عندهم فضول، نعم. يعرفون أكثر، نعم. عن هذه التفاصيل. أخي الكريم، نحن هذه السنة كانت عندنا أربعة محاور. نعم. المحور الخاص اللي هو جمال الضوء، صورة تمثل عن جمال الضوء. نعم. ويأتي بعد معانا المحور العام اللي هو الجنرال، اللي المشارك يقدر يشارك فيه بأي صورة يبقيها. نعم. طبعا الصورة تكون مراعية لشروط قانون دولة الإمارات العربية المتحدة، وعندنا محور الأبيض والأسود، وعندنا محور الإمارات. كافة هذه المحاور أو أول محورين اللي هي جمال الضوء والمحور العام فيها متسابقين دوليين ومتسابقين إماراتيين، والهدف من هذا هو كان لرفع مستوى المصور الإماراتي، أنه يكون مشارك في محور يعرف أنه فيه تنافس له بين المصورين الموجودين، ونرفع مستوى المصور الإماراتي. يأتي المحاور المشتركة هي عندنا الأبيض والأسود والمحور الإماراتي اللي هي مختلطة بين الإماراتيين وبين الدوليين. جميل. طيب ماذا عن المفاجآت اللي بتنتظرنا في حفل هذه الدورة، لأن خلاص وصلنا، نعم. العام القادم؟ أنا والله ما أبغي، طبعا من بداية نحن عندنا نهاية هذه السنة أو يوم 31 ديسمبر إن شاء الله بتوقيت الإمارات هو نهاية قبول الأعمال. نعم. الجائزة هي مش جائزة تصوير فقط أخ نور، الجائزة جائزة تصوير ضوئي أقصد وفوتوغرافي. نعم. الجائزة لها برنامج على طول السنة. جميل. بنهاية المشاركة في الجائزة راح تكون إن شاء الله عندنا مفاجآت، أنا ما أريد أحرقها، بس أريد أبشر، نعطيهم هند مثل، نعم، ما يقول للمشاهدين إن شاء الله أن راح تكون عندنا دورات تدريبية. جميل. من أكبر مدربين للتصوير الفوتوغرافي في العالم. حلو. راح يكون عندنا في الحفل الختامي إن شاء الله اللي راح يكون في شهر مارس مفاجأة للحضور اللي هم راح يحضرون عندنا في الحفل الختامي. والله كثير هي المفاجآت، بس أنا ما أبغي أحرقها إن شاء الله، وعلى الأيام الجاية يشوفونها أكثر إن شاء الله. أنا أعطيتكم مفاجأتين. أعطيتني مفاجأتين. عدنا تاريخ الحفل الختامي، هل هناك تاريخ ولا لحد الحين لم يتم؟ نعم، تاريخ الحفل الختامي إن شاء الله وهو لم يتم يعني تحديده نهائيا، بس ولكن أقدر أقول أنه في آخر أسبوع من شهر مارس أو من 19 مارس إلى 25 مارس إن شاء الله. إن شاء الله. طيب إلى الآن كم تقريبا صورة وصلتكم أو كم طلب؟ والله أنا يشرفني اليوم أني يعني أقول خبر يعني يشرفنا نحن كجائزة في دولة الإمارات. نعم. تمسك على عاتقها جانب ثقافي كبير نحن ما كنا متصورينه. نحن السنة الماضية وصلنا إلى 99 دولة مشاركة. جميل. نحن إلى هذا اليوم، وأنا أول مرة أذيع على التلفزيون، يعني خبر حصري يا جماعة الخير يا مشاهدينا على قناة سمة بيو في تكنوميديا. نعم، نحن تجاوزنا هذا الرقم ما شاء الله. نعم. عدد المشاركين في ازدياد، لأن ما خلصنا نحن السنة، ما خلصنا الوقت اللي هي المشاركة. نعم. بس أقدر أقول لك أن عدد الدول
فاق عدد السنه اللي طافت، وعدد الصور المشاركه لين اليوم فاق عدد الصور المشاركه السنه اللي فاتت. جميل. برقم كبير. حلو. طيب لانك ذكرت العام الماضي، احنا حابين نستعرض بعض اللقطات من حفل العام الماضي للمشاهدين. إذا شاهدنا هذه اللقطات المميزة من حفل الدورة الأولى للجائزة. نعم. طيب إذا كلمة أخيرة بتوجهها حاليا للمصورين اللي قاعدين يشوفونا اليوم في هذه الحلقة من تكنوميديا. والله أنا أتمنى من المصورين أنهم يبادرون برفع صورهم في الموقع الإلكتروني لكثرة الضغط اللي موجود ما شاء الله على الموقع الإلكتروني. ما شاء الله. كثير من المصورين يحاولون يرفعون وما يقدرون لكثرة الضغط اللي هو موجود عليهم. فأنا عارف أن المصور وأنا كمصور تفكيري أني أنا أشارك في آخر لحظة. نعم. بس أنا أقول لأي مصور حط احتياط يعني أسبوع أنك أنت تشارك فيه، آخر أسبوع تشارك فيه. لأن كل الناس تفكر أو كل المصورين يفكرون أنهم يشاركون في يشاركون في آخر أسبوع، وهذا يسوي ضغط يعني على المشاركة، وممكن المصور لكثرة الضغط أنه ما يقدر يشارك. فنصيحتي لجميع المصورين إن شاء الله أنهم يشاركون بأسرع وقت. إذا هذه دعوة لكل المصورين، شدوا حولكم يا جماعة الخير وقدموا على المسابقة في أسرع وقت، لأنه ما بقى عليها إلا 6 أيام. مشاهدينا طبعا كان معنا، نشكر حضورك للاستوديو، سعادة علي خليفة بن ثالث الأمين العام لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي. مشاهدينا فاصل قصير ومن ثم لنا عودة مع الدكتور معتز كوكاش.